ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ نتكلم مع بعض عن التدخين، فعايزين نوعي الناس. انا شايفة ان الشباب كتير جدا بتبدأ تدخن في سن صغير، فاحنا لازم نوعيهم ونفهمهم. يعني احنا اكيد كلنا عارفين ان التدخين نفسه من ضمن أسوأ العادات اللي صنعها الانسان لنفسه. يعني سجارة واحدة فيها 214 سم، سجارة واحدة بتسبب 22 نوع من أنواع السرطانات، بما فيها اللي هي السرطانات اللي هي العنقودية اللي ملهاش حل يعني وملهاش علاج. سجارة واحدة بس بتسبب فقدان في الذاكرة. السجاير بتسبب الشلل الرعاش، بتهدد الجهاز المناعي العصبي، بتهدد مناعة الجسم، بتقتل الأندروفين، بتسبب عجز عند الرجال. طبعا ليها مشاكل كتير جدا عند السيدات. يعني السجاير طبعا يعني عادة وحشة جدا، في 18 فتوى بتحرم السجاير، فالشخص القوي ما يأذيش نفسه بالأسلوب ده. المدخنين بيربطوا السجارة بالسعادة، تيجي بقى تسألهم هل هي أكل يقولك لأ، هل هي شرب لأ، برضو فيتامينات لأ، طب بتعمل إيه؟ هتلاقي في معظم الناس بتقولك اصلها بتريحني. لا، دخن بقى هترتاح على طول ان شاء الله. يعني ما تدخنوش يا جماعة، دي حاجة ما تنفعش، دي حاجة وحشة، دي عادة سيئة، عادة دي حاجة مستوردة جاية من ناس بره عايزة تموتنا. يعني ايه، كل يوم بننتج اتنين، يعني البلاد اللي بره بتنتج 2 مليار سيجارة. يعني كل طلعة شمس الصبح كده بيجي لنا 2 مليار سجارة. دي مصيبة في الدنيا ومصيبة في الآخرة يا جماعة. الشخص لازم يكون، يعني مع كل حبي واحترامي للناس اللي بتدخن، أكيد في ناس من أهلي بيدخنوا، فأنت لازم تفوق، يعني لازم تفوق وتعرف إن هي حرام، وبتعمل أنت كده بتعمل حاجة بتغضب ربنا. انتوا حاولوا تبعدوا عنها يا جماعة. يعني السجاير مضرة جدا بالصحة. انت فكر ان هي ريحتها وحشة جدا، طعمها برضو وحش، فكر في ضررها عليك. مش هتعرف تدخن تاني، كل ما تمسك سجارة فكر قد ايه هي ممكن تجيب لك سرطان، قد ايه ممكن تتعب صدرك، ممكن تجيب لك التهاب رئوي. مش هتفكر ان انت تدخن تاني. لازم طبعا يبقى في ادراك ومعرفة، طالما بتعمل حاجة فلازم تبقى عارف ضررها ونفعها. يعني انت تعرف السجارة دي هيجيلك منها ايه وهتاخد منها ايه. انت لازم، لكل المدخنين لازم يربطوا السجارة بحقها الطبيعي. هي طبعا في ناس بتقول ان هي صديقتي، في ناس بتقول ان هي بتريحني. لا طبعا، السجارة لا هي صديق ولا هي بتريح ولا حاجة من الحاجات دي خالص. عارف لما، يعني انتوا كلكم عارفين لما بيكون في عندك صديق يعني مش كويس، صديق نصاب، اكيد هتتعامل معاه يعني بحذر، وممكن في نفسك كده تقول خلاص انا مش هتعامل معاه تاني خالص. هي السجارة دي بتنصب عليك في الدنيا وفي الاخرة، فانت لازم تديها حقها ان هي نصابة. يعني بصوا انتوا، يعني في ناس بتربط حاجة، يعني الحاجات السيئة بالسعادة، يعني حتى لو هي كانت سيئة بيربطوها بالسعادة، فزي السجاير ان هي بتريحهم. لا طبعا، يعني السجاير ما بتريحش، بل بالعكس هي بتتعب. قبل ما تدخنوا فكروا 1000 مرة ان السجاير دي حاجة مضرة ولازم تدوها حقها، وتفكروا ان هي ديت اللي مسببه لكم متاعب الحياه كلها. فانت لو عندك اخ او عندك صديق او عندك قريبك، باباكي، مامتك، يعني الستات دلوقتي برضو في كتير في مجتمعنا بقى بيدخن، فلازم ان احنا ان كل اللي حواليه يساعدوه، كل اللي حواليه يبداوا يقولوا له لا ما تدخنش، استوب التدخين دوت مضر لينا ومضر ليك. دي نصيحتي ليكم النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، عشان اول ما انزل فيديو تبقى انتي اول واحدة تتفرجي عليه. وبحبكم في الله.